كان عندها اربع اسئله او خمس اسئله خاصه بوالدتها الله يرحمها، بخصوص انها كانت بتزعق فيها في ايامها الاخيره، ما كانتش بتصوم وتصلي نتيجه للمرض، وفكره الاحلام اللي بتقولها لها، يعني مجموعه الاسئله دي. طيب الاستاذه سوما، انا بقول لها تشكري، وخاصه بنقول لكل واحد، وده انذار لكل واحد والدته عايشه، يا اخوانا الام لما بتكبر تكون مريضه بتاع اخلاقها بتضيق شويه، فلازم نتحملها. ما هو بيقول ولا تقل لهم اوف ليه، ما عشان عارف لما يكبروا هيتضايقوا شويه او حاجه مثلا غالبا يعني. فاحنا بنقول لها خلاص، هي وهي مريضه بتقول زعقت لها عشان خاطر ما تسمعش كلام الطبيب، فانت ما فيش حاجه، انت بتعملي لمصلحتها، تستغفري الله عز وجل. وعاوزك كمان، وده انت كمان بتعيطي عشانها كتير، بيقول ابكي كثيرا عليها، بس مش عاوزك تجددي الاحزان على طول. احنا امه لا تعرف السلبيه، احنا امه تعرف الايجابيه. اول ما جابكي البكاء على فكره ما فيهوش حاجه، ليه يبكي يبكي، انما بقول بدل ما اقعد ابكي واضيع وقت في البكاء افضل اقول الحمد لله، ان لله وانا راجعون، اللهم ارحم والدتي، اللهم اغفر لابي، وهكذا نحولها لحاجه ايجابيه مباشره. فبقول لحضرتك استغفري وادعي لوالدتك كتير، وان شاء الله يكون في ميزان حسنات والدتك وتنبسط بيكي وهي في قبرها.